هاي. الميزوفونيا هي حساسية انتقائية للصوت، والأشخاص يلي بيعانوا من الحالة بيحسوا بمشاعر سلبية مثل القلق والغضب عن سماع بعض الأصوات، منها مضغ الطعام، العلكة، الكتابة، الطنين، التنفس وغيرها. مع أنه الأبحاث والدراسات ما صنفت الميزوفونيا رسمياً كحالة نفسية أو عصبية، ولكن علماء النفس يلي شافوا الآثار السيئة يلي بتسببها هالمتلازمة صاروا ياخدوها على محمل الجد. أول مين وصف الشعور بالإشمئزاز والغضب تجاه أصوات معينة هن عالمين أمريكيين مارغريت وباول جاستربوف، يلي أعطوا الظاهرة اسمها بمطلع التسعينات، وأوضحوا أنه هالمرض ما بيتوقف على حدة الصوت أو تردده، وإنما بيتعلق بتجارب شخصية مرتبطة بصوت معين بتسبب هالحالة. مين قال مثلاً أنه النزاعات بين الأباء والأبناء يلي بتحصل عادة خلال تناول الطعام تربط المشاعر السلبية بأصوات طبيعية مثل أصوات مضغ الأكل؟ أنا قال. شوفكم بكرة.